نروح لخبرنا الثالث والأخير. طبعا حضراتكم سمعتوا عن السطو اللي حصل لشركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر الظهر. رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتريبي قال إنه تم الاستيلاء على ما قيمته 1,000,000 جنيه خلال عملية السطو. هو طمن الناس وقال ان شركة الصرافة عندها وثيقة تأمين ضد حوادث السطو اللي بتغطي قيمة الخسائر ونفى حدوث اي خسائر بشرية. الحمد لله ده اهم حاجة في الموضوع ان مفيش خسائر بشرية. لكن السؤال اللي ملوش دخل بالبنك، هو مش مقر شركة الصرافة دي في وسط البلد؟ هو كده عادي يعني ان في وسط البلد يحصل سطو على شركة صرافة او اي محل تاني؟ ده احنا ما بنسمعش عن الكلام ده غير في شيكاغو مثلا او نيويورك او لندن او اي بلد فيها نسبة الجريمة اللي من النوع ده عالية جدا. يا جماعة هو احنا بنعرف نركن عربياتنا في وسط البلد اساسا؟ اموت واعرف هربوا ازاي. موضوع عايز وقفة بجد.